عارف لما بتكون مخطط لكل حاجة وبتكون حاسبها بالورقة والقلم وتلاقيها ما مشيتش زي ما انت عايز او خدت مسار تاني؟ في مقولة جميلة قوي بتقول عرفت ربي بنقد العذاب، وده من دلائل وجود الله سبحانه وتعالى. يعني لو كل حاجة مشيت زي ما العقل عايز، يعني معنى كده مفيش قوة اكبر، مفيش قوة قاهرة، يبقى من الاخر مفيش مسبب. بس عند نقد العزائم مش مطلوب منك انك تسقط على القدر، لا، او انك تيأس برضو لا، بل كل اللي عليك انك تتعامل بمرونة كافية مع الطريق الجديد اللي اتفتح قدامك، وكن على يقين بان الخير فيما اختاره الله لك. مش كل حاجة هتمشي زي ما احنا عايزين ومخططين، وده من رحمة ربنا بينا. الاستسلام لقدر الله فينا من تمام الإيمان به، والأخذ بالأسباب لا يعني أن الأسباب فعالة في ذاتها، بل مسببها إن شاء فعلها وإن شاء عطلها، فالاعتماد عليه وحده بس. قال أحدهم لحكيم: مالي أرى العاقل محروم والأحمق مرزوق. قال: أراد الصانع أن يدل على نفسه، فلو كان كل عاقل مرزوق وكل أحمق محروم لوقع في العقول أن العاقل يرزق نفسه والأحمق حرم نفسه، فلما رأى الناس خلاف ذلك علموا أن الصانع هو الرزاق سبحانه وتعالى. السلام عليكم.